السلام عليكم ورحمة الله أحبائي الكرام. اليوم كما راكم تشوفوا ما راحش نعمل كيفية ولا حاجة، راح نركز على طريقة تزيين المخبز اللي راه تخي طوندونس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا المخبز تاعي راني نطبع فيه كما راكم تشوفوا، وهنايا فوالا طبعته. الطريقة كيفاش نخليوه يخرج بومبي، يعني غير بالبلاستيك من تحت ومن الفوق كما راكم تشوفوا، هكذا يعطينا هذا الشكل. هنا الكراساج تاعي اللي حضرته من قبل، شوفوا خرج لي مليح، يعني مجرد سكر غلاس مع شويه تاع ما زهر وشويه تاع سيترون، ونحرك وزدت له شويه تاع ملون الابيض يكون كاليتي جال يعني ماشي بودغ، من الافضل فوالا. ونطربوا فيه حتى نتحصلوا على القوام اللي رحنا حابينه. هنا انا قسمته على زوج، نص ابيض ونص زرق. استعملت لامارك ويلتون كما راكم تشوفوا جال، درت كميه قليله صغيره تاع الملون، يعني حبيت يجيني كلاغ ازرق ماشي فونسي بزاف فوالا بهذا الشكل. وهنايا ان شاء الله راح نشوفوا كيفاش راح نتقبوه. فوالا نعملوا لكم يعني حفره تجي على شكل ورقه كما راكم تشوفوا، شوفوا يعني السكين يكون حاد وبلا بلا بوينت ديالو، نبقاو نحفروا فيه بهذا الشكل. ان شاء الله يكون واضح لكم كيفاش راني نعمل. فوالا بهذا الشكل حتى نكمل كامل الكميه انا اللي عندي فوالا بلا بوينت تاع الخدمي تاعي. ونحاولوا غير بالعقل، يعني راكم عارفين المخبز يجي هشيش ويساعدنا باش نحفروا الحفره ديالنا. من بعد نكلاصيه ونخليه ينشف بيان سور، ونشوفوا الديكور تاعو كيفاش راح يكون. نحضروا حجر جيود مع بعض كما راكم تشوفوا. هنا نستحقوا لهذه الكيفيه عندي لو طونبورتون اللي هو 50 غرام تاع السكر نورمال تاع القهوه، و 50 غرام تاع الجلوكوز اللي حضرتهم من قبل كما راكم تشوفوا. هو اسمه حجر جيود اللي راه لا توندونس دركا في ديكوراسيون تاع سوا لي كيك سوا لا باتيسري سوا لي جاتو اي حاجه ايتو. نبداو على بركه الله نحطوا فوق النار. هنا من بعد ما حطيته فوق النار على نار مهيله كما راكم تشوفوا مع استمرار الخلط بيان سيغ، راح نخلط نخلط نون ستوب بلا ما نحبس لمده 5 دقائق. النار تكون مهيله يعني مهيله تاع الصح كما راكم تشوفوا. هنا راح نزيد انا عطر شوينغون اللي هو ملون في نفس الوقت كما راكم تشوفوا في الازرق. ندير كميه يعني مليحه متوسطه مع استمرارية الخلط كما راكم تشوفوا لمدة 5 دقائق على نار مهيلة. انا هذا اللون اللي حبيت نتحصل عليه، ما تكتروش عطر الشوينغوم لانه كنت تكتروا يجيكم مر، ديروا غير شوية النكهة تاعو تجي هايلة ما شاء الله. وراح نزيد عليه شوية تاع ملون وحجر جيود ديالنا. من بعد ما طاب انا خويته فوق بابي كويسون يكون مليح. شوفوا انتم البابي كويسون يكون عندكم مليح، اذا شفتوه يعني النوع تاعو ماشي مليح حتى ما يقدر يلصق لكم، دهنوا البابي ديالكم شوية تاع الزيت باش ما يلصق لكمش. انا هنا راح نخليه يبرد تماما، من بعد نكسروا دي بتي مغصو باش نعملوا به التزيين. هنا من بعد ما وجدت كامل المكونات تاعي، هو حجر الجيود تاعي اللي حضرناه مع بعض من بعد ما فتتوه، شوفوا يجي بهذه الطريقه يعني كيما حلوه، يعني اوندي غير حلوه بالكو تاع شوينغوم. فتوه فتات فتات صغير صغير اللي باش يساعدكم على الخدمه. هنا انا الحبات تاعي مسحتهم بالناكخي وزدت سقمت هذيك الفتحه تاعي اللي عملتها. هنايا عندي شويه تاع ملون، هنا استعملت انا لا مارك ويلتون، درت لها شويه تاع الماء بالبانسو يكون خاص للحلويات، يعني نكونوا نخدموا بغير الحلويات. نحطوا قدامي هنا عندي ان بانس سبيسيال فوالا سبيسيال بوغ لي جاتو. هنا عندي الورق الذهبي، هنا عندي لو برونز. انا هنا فتته، هو يجي كي من هكذا، شوفوا كيف راكم تشوفوا كي من هكذا، وانا فتته شويه شويه لانه نستحقه. فتت وحطيته قدامي هكذا. نبداو على بركه الله، راح ناخذ حبه بهذا الشكل كما راكم تشوفوا هكذا، ان شاء الله يكون واضح. ونبدا نرفد هكذا دوك الحبات تاع السكر ديالي اللي خدمتهم، ولا حجر جيود ولا سميوه كما راكم حابين. المهم هو يعني حلوه، وندير لكم تاكلوا في هذيك الحلوه القاصحه بالكو تاع شوينغوم. فوالا نعمر هذاك الفراغ ديالي هكذا يكون اماكن متساويه. نشوفوا حبات صغيرين كبيره كبيره، يعني نشوفوا قد ما راح ياخذ لنا. راح نعملو هكذا فوالا، يجي هكذا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. انا هنا راح نهز البانسو تاعي، نهز فيه شويه تاع الكولورون ونحاول نطابوتي جيست في النص كي من هكذا يعطيه لون.
مالك شغل فرنسي، يجيني نص فرنسي ونص كلير كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. انا هنا في هذه المرحله راح نعمل هنا، انا راح نهز الورق الذهبي اللي كنت فتتو، يعني فتتوه على حسب ما تحبوا نتوما هكذا بالعقل، ونتبع كامل هذوك الحواف اللي لصق فيهم بهذا الشكل هكذا كما تلاحظوا يلصق بوحده، يعني ماشي حاجه اللي دومون دي حاجه كبيره. فوالا هكذا نتبع على هذوك الحواف كاملين. هي زعما صراحه حاجه شابه كلاس باش ما نكذبوش، مي انا على نفسي يعني كغاتو تاع تولي جور نو، يعني هذا يكون خاص بمناسبات افراح خطوبه ملاك حاجه كي من هكذا يتو، يعني يكون كتزيين وغاتو بيان سور، مي نتاع كل يوم انا على نفسي يعني، والاراء تختلف اكيد كل واحد كيفاش يشوفها، مي انا على نفسي نو ما نشوفوش تاع كل يوم، يعني تاع حطه برك هذا ما كان تكون حطه شابه وبنين. انا هنا درت مخبز راكم كامل تعرفوا المخبز، سي بوغ سا ما درتش معاكم الطريقه لانه راكم تعرفوه، ماشي حتى كي نقول لكم. نتبع هكذا بالعقل حتى نكمل كامل هذوك الحواف. راح نحاول نعاود معاكم وعد اخرى جيت للتوضيح هكذا، مع انه كل شيء راه يبان لي واضح هكذا، نعمرو غير بالعقل بهذه الطريقه هكذا. نختارو حبات يكونوا صغيرين، راكم عارفين انا فتتهم هنا غير باي حاجه تكون عندكم ثقيله، فتتو الحلوى ديالكم ولا الحجر ديالكم. راح نعاود نعمل معاكم به ان غاتو، فوالا غاتو مونتي باش تشوفوا الطريقه كيفاش عاودوا سي نعملوه كوم سي لا توندونس اون سو مومون. فوالا انا عمرت انايا كامل الاماكن ديالي، بقات لي وحده صغيره لهنا، فوالا نزيدها لهنايا. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا، ناخذ اللون الازرق هكذا، حاولوا تنسقوا الالوان كي تكونوا تخدموا عينكم ميزانكم باش تنسقوا الالوان، حاولوا ما تلونوش كامل، يعني خليو هذيك لا كولور كلير وتابوتيو لا كولور فرونسي. ونعاود هنا نرفد لا في دور تاعي بالعقل، نحاول نثبتها هكذا غير بالعقل، يعني هي حاجه شابه كلاس ترو كلاس، مي تاخذ منا بزاف تاع الوقت، يعني كنا هي من الافضل نكونوا زوج ولا ثلاثه كي تكونوا تخدموا في من هذه الانواع. كما قلت لكم اكيد ما راحش تعملوها ليكم تاع كل يوم باش تقهوى ولا حاجه، اكيد راح تعملوها لمناسباتكم وتكونوا نومبروز في الدار تتعاونوا عليها، كل واحد يحكم حاجه يحكم حبه وتخدموا ومع بعض باذن الله. فوالا راكم فهمتوا لو كونسيبت، ان شاء الله نكون واضحه. بالنسبه للناس ديما اللي تخلي لي دي كومونتير وسالوني منين تشري منين تجيبي منا البنات، نعاود لكم ونعاود لكم راه كل شيء موجود في الاسواق، انا متواجده في الخارج وتاع البلاد كاين السلعه خير من اللي حنايا هنايا في الخارج، حنا مضطرين نشريو من لي سيت انترنت ونحوسو منها ونحوسو من هيه لانه ما متوفرينش عندنا بزاف لي ماغازان اللي يبيعوا الصوالح حلوازم الحلويات توت بغيت تاع لا باتيسري بروفيسيونيل، يعني نشريو من كل بلاصه ما كانش مكان محدد. ولو كان حتى نقول لكم منين نشري ما راحش تعرفوا لانه بالك لو كان جو سي با، انايا كل واحد راه يتمشى يسب حانوت يسب حاجه مليحه يشري مارشي نشري وسيت انترنت نشري اي انسي دو سويت. الكرام انا كملت الكاتو ديالي كما راكم تشوفوا حطيته في لي كيسات، ان شاء الله الشكل يكون عجبكم، راح نعمل لكم مزيد ان شاء الله يا ربي من الاشكال اللي راهي لا توندونس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اذا تحبوا اي شكل معين يعني خليوا لي اقتراحاتكم في كومونتير ولا تواصلوا معايا عبر الفيسبوك ديالي اسمها سكري سالي، نفس الاسم تاع اليوتيوب ديالي. ان شاء الله نتمنى اللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. ملاحظه صغيره، بزاف اللي يتفرجوا على فيديو حتى جام ما يعملوهاش، يعني نقول لك كيما تحبوا الخير لنفسكم حبوه لغيركم، يعني مجرد بلا جام سبعه تحطوه ما يزيد فيكم ما ينقص ما يكلفكم حتى حاجه كبيره، لانه احنا باش حنا نقدموا هذا الفيديو وهاد الاعمال تو راه تكلفنا جهد كبير باش نفيدوكم، وراهم الناس اللي يعرفوا اللي يعلموهم راهم بالدراهم، يعني حاجه كبيره احنا نقدموهم هكذاك يا ربي. اقل حاجه يعني جام وكومونتير للتشجيع برك هذا مكان. نقول لكم ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم وتجربوا تتبعوا.
التطبيق وينجح معاكم، وتخليوا لي كومنتار ولا تواصلوا معايا عبر الفيسبوك تقولوا لي كيف جاكم، اذا عجبكم ولا لا. اذا تحبوا اشكال اخرى تواصلوا معايا نفس الشيء. نقولكم مع السلامه الى الملتقى مع فيديو اخر باذن الله.